السلام عليكم، كديرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم واحد لافيست مهم طاشات بالصباغه. واليوم جيت نشارك معكم بهداك رفيت لي حاطه داك البرودوي نيت في القناه. صراحه واحد البرودوي زوين كيحيد يعني البقع الصعبه. هانتوما كيف كتشوفوا هاد لافيست راه مطاشيه بالصباغه، كيف كتشوفوا؟ شوفوا الصباغه كيفاش دايره. ان شاء الله غادي نديروا ليها داك البرودوي وان شاء الله ما يبقى فيه حتى شي حاجه. كنصحكم انكم تجربوه. وهذا رفيت لي شاركته معكم، ديال البقع الصعبه، وكي صراحه كيحيد حتى المداد من الحوايج. المهم هذه راه واحد الصباغه هنايا، غادي ناخذ شويه من البرودوي وغادي نكبوه فوق منها كيف كتشوفوا معايا. وغادي نديروا لي واحد الفريكه، خليه حتى داك البرودوي يدخل في الثوب مزيان. المهم نقلبوا على لي طاشات كلهم بالصباغه وغادي نكبوا عليهم برودوي كيف كتشوفوا. صافي، ومن بعد غادي ناخدو ونبداو نفركو فيه. وضروري نديرو شي مسحوق، اي حاجه كتصبنو بيها، اي مسحوق عندكم ديروه. شويه الماء سخون، واحد الشيته، صافي نبقاو نحكو فيه بحال الطريقه. صافي نحكو مزيان، هو اصلا دغيا غادي يحيد، ماشي غادي يبقى. تبارك الله وصلح على داك البرودوي زوين. كنصح اي واحد يجربه. مهم كيف كتشوفوا معايا في الفيديو، فريكة فريكة صافي. شوفوا كيف كتشوفوا، ضروري كنديروا شي مسحوق اللي كنستعملوه، صابون ولا المهم اي مسحوق كتصبنوا به حوايجكم. انتما كيف كتشوفوا هنا واحد الطاش، هو عاودنا درنا ديال البرودوي. صافي تا هو غادي نديرو ليه واحد الفريكه خفيفه، هو مشى مبقاش. صراحه كنصح الجميع يدير هاد البرودوي، راه زوين كيعطي النتيجه ديالو من اول استعمال. كيف كتشوفوا معايا، هنا كاين واحد الطاش ديال هذا ديال المداد، حتى هو ان شاء الله غادي يحيدو. صافي كنطاشيو بيه البقع كلها، اي بقع عندكم ديال ستيلو ديال مهم، هو راه فعال. ولكن ضروري كديروا الماء سخون، ضروري ديروا الماء سخون وهذا والمسحوق وفريك. هلا كي كتفركوا غير هذيك البلاصه اللي فيها الطاش، ومن بعد راه كتصبنوا البياسه ديالكم كامله. انتما كيف كتشوفوا هذيك البقعه ديال المداد، شي ما غاديش يخليها. صراحه هاد البرودوي زوين، كنصح اي واحد يشريه ويجربه، ما غاديش يندم عليه. المهم
المهم هنا درناها في العصارة، بعد ما كملناها في الصابون صافي دابا غادي تعصر مزيان كيف كتشوفوا معايا. صافي هانتوما هي بعد ما تعصرت صافي بقات فيها حتى شي حاجه، رجعت جديده هاد لافيست هادي. بقى فيها حتى شي طاش ايوا هانتوما كيف كتشوفوا معايا، هذا هو الشكل النهائي ديالها. شوفوا كيفاش خرجات كتشعل وكتبري وبحال يلا شريناها جديده من المحل. كنتمنى هاد الفيديو يعني اللي شاركت معكم اليوم تستافدوا منه حتى نتوما معايا، بحال دابا الناس اللي كيكونوا الحوايج ديالهم طاشين كيوحلوا معاهم. صراحه هاد البرودوي راه زوين، كنتمنى اي واحد يجي يشريه ويجربه، وصراحه النتيجه ديالو زوينه بزاف. وبسلام عليكم، نتلاقاو ان شاء الله المره الجايه في فيديو اخر. مع السلامه.